أحب التعازي وعظيم المواساة للأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا، وذلك في وفاة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية دكتور حسين أمير عبداللهيان والمسؤولين المرافقين لهم والذين وافتهم المنية إثر حادث تحطم المروحية يوم الاثنين الماضي. وكانت دولة قطر طبعا قد أصدرت تعازيها على أعلى المستويات بهذا الشأن، وتضمن ذلك طبعا برقيات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو نائب الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والذي أجرى كذلك اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الإيراني بالوكالة سعادة السيد علي باقري لتقديم التعازي. يوم أمس افتتح في قطر منتدى الأمن العالمي، حيث ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمته الافتتاحية، والتي أكد فيها على نظرة قطر تجاه الأزمات والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي والأمن الدولي بشكل عام، وأكد خلالها على موقف دولة قطر فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والاحتلال بشكل عام، والتزام قطر بالعمل على منع انهيار السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن التزام قطر بهذا الشأن ليس فقط التزاما سياسيا، بل هو التزام أخلاقي ينبع من مسؤولية جماعية نحو النهوض بالشعوب الأكثر ضعفا ونشر الأمن والاستقرار العالميين. وشارك كذلك في الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن عبد العزيز، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وذكر خلال مشاركته التأكيد على أن دولة قطر باتت تعرف على أنها مركز ملائم للوساطة وحل الخلافات، وأن الوساطة القطرية في غزة هي وإن كانت من أصعب الوساطات ولكن الالتزام القطري مستمر بها. كما أكد أن في مجال الوساطة قطر لا تحدها حدود جغرافية، بل تتجاوزها إلى بقية دول العالم في الوساطات المختلفة التي قامت بها. على هامش المنتدى التقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بسعادة السيد كيشام موغان وزير الداخلية وزير شؤون الداخلية والقانون جمهورية سنغافورة، وسعادة السيد بولو مومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وسعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وسعادة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. بدأ يوم أمس الاثنين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية جولة في عدد من دول أمريكا الوسطى بوصوله إلى جمهورية هندوراس، وينطلق منها إلى كل من نيكاراغوا والدومينيكان، حيث سيجري عدد من اللقاءات والمشاورات السياسية في هذه الدول. وهذا يأتي طبعا من انطلاق الاهتمام المتواصل لدولة قطر بتوسيع علاقاتها خاصة في هذا الجزء من العالم الذي يمثل أهمية بالغة في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، والعلاقات مع هذه الدول في تطور مستمر. وسيلتقي سعادته خلال لقائه بعدد من المسؤولين، حيث سيلتقي أو التقى يوم الاثنين وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية هندوراس إدواردو رينا والسكرتير الخاص لرئاسة جمهورية هندوراس. افتتحت سعادة السيدة لولو متراشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية يوم الأحد 19 مايو مع سعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أعمال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. في كلمتها قالت سعادتها بأن دولة قطر اتخذت خطوات استباقية لضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتخفيف معاناة الذين وقعوا في الأزمات وحماية الأرواح، وأضافت أن قطر أنشأت جسرا جويا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسودان، بما يعكس التزام دولة قطر الثابت بالتخفيف من محنة المتضررين من الصراع. هذا الحوار هو الأول من نوعه بين الوكالة ودولة قطر، ويهدف إلى مناقشة سبل التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، وعلى رأسها إيجاد طرق مستدامة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق النزاع أو نقاط النزاع عالميا. بشكل خاص الحوار ركز على الوضع الإنساني المترتب على النزاع في كل من السودان وأفغانستان، وطبعا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وخلال الحوار تم التوقيع على
اتفاقيات مع مؤسسة التعليم فوق الجميع والخطوط الجوية القطرية وقطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية. وفي ذات الإطار المتعلق بالمساعدات، وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية يوم الأحد 19 من مايو طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية في إطار الجسر الجوي للمساعدات للأشقاء في قطاع غزة، تحمل 40 طنا من المساعدات وتتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر وقطر الخيرية، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 96 طائرة من المساعدات، ويبلغ إجمالي المساعدات 4766 طنا حتى الآن. طبعا مع إدراكنا الكامل بأن إغلاق المعبر الذي قامت به إسرائيل في إطار عملياتها في قطاع غزة وفي إطار الحرب التي تشن في قطاع غزة هو يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ولكن قطر ملتزمة بإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات وضمان دخول هذه المساعدات عبر التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين. أما بالنسبة لأفغانستان فوصلت يوم الخميس الماضي 16 من مايو إلى مطار مزار شريف طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 42 طنا من المساعدات، تتضمن كذلك مواد غذائية ومستلزمات إيواء مقدمة من قطر الخيرية والهلال الأحمر. وبالتالي في هذا الجسر الجوي في أفغانستان على أثر طبعا الفيضانات هناك وصلت حتى الآن 5 طائرات تحمل على متنها 167 طنا من المساعدات. عدد من اللقاءات والبيانات الأخرى التي جرت خلال هذا الأسبوع، حيث التقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بسعادة سيد وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي بالجمهورية اللبنانية، والتقت سعادة سيدة لولو بنت راشد الخاطر وزير التعاون الدولي مع سعادة اللورد طارق أحمد، وستغادر إلى السويد للمشاركة للقاء عدد من المسؤولين هناك، ومن ثم تغادر إلى بروكسل يوم الاثنين 27 من مايو للمشاركة في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي. عدد من البيانات صدر هذا الأسبوع، كان من ضمنها طبعا بيان يدين بشدة دعوة وزير إسرائيلي لتفعيل استيطان ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودولة قطر موقفها في هذه المسألة واضح بشكل كبير. هذا الحديث عن منع المساعدات بهذا الشكل يمثل صيغة من صيغ العقاب الجماعي المرفوضة تماما في من قبل الشرع الدولية، ودولة قطر بلا شك لا تجد أي مبرر لمثل هذه الممارسات. كما أكدت طبعا دولة قطر أن هذه التصريحات تعكس سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا واستخدام الغذاء سلاحا في إطار الجرائم الوحشية المتجددة والحرب على قطاع غزة. وشدد البيان على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي في هذا التوقيت لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وحقيقة أن استمرار مشاهد الاعتداء على قوافل المساعدات والاعتداء على الشاحنات التي تحمل الكميات اليسيرة من المساعدات والتي لا تمثل إلا نزرا يسيرا من احتياج الأشقاء في قطاع غزة هو بلا شك يعني مسألة تدعو أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عام لحماية هذه القوافل. وحقيقة الدعوة بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى مهاجمة هذه القوافل يتعدى الآن الممارسات الفردية وينتقل إلى ممارسات مؤسسية تشجع من قبل مسؤولين في الدولة على القيام بمثل هذه الممارسات التي تخالف كل القانون الدولي الإنساني. وكما قلنا هي تمثل حالة من العقاب الجماعي لا يمكن قبولها ولا يمكن أن تستمر في ظل ما توافق عليه المجتمع الدولي من مبادئ منذ تأسيس الشرع الدولي والمنظومة الدولية. أدانت كذلك قطر وبشدة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا وأعربت عن تمنياتها لدولته بالشفاء العاجل، وشددت على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة ورفضها طبعا لأي شكل من أشكال استخدام العنف للتعبير السياسي. وقبل قليل أصدرت دولة قطر بيانا أدان بشدة محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية، وشددت على ضرورة الحفاظ على الشرعية الدستورية واحترام إرادة الشعب الكونغولي، ودعت وزارة الخارجية كافة الأطراف الكونغولية إلى نبذ العنف وحل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الكونغولي الصديق في التنمية والازدهار. هذا ما لدينا هذا الأسبوع، وأترك لكم المجال للأسئلة. أنور. السؤال الأول، إيش موقف
خاصة للسيد هنية كما في قطر. السؤال الثاني، أن هناك من سبب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المفاوضات قد توقفت نهائيا، يعني ولم يعد هناك مفاوضات جارية، بس هل هذا صحيح؟ كيف تعلقون على هذا الخبر؟ وهل هناك النتيجة للاتصالات التي قامت بها قطر خلال الأسبوع الماضي، وخاصة اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء القطري والمستشار الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي كما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية؟ شكرا. شكرا أنور. أولا، نحن بشكل عام نرى أن الإطار الأشمل في سياقه يأتي تحرك المدعي العام للمحكمة نحو طلب أوامر قبض، أو أحيانا يشار إليها باعتبارها مذكرات اعتقال، هو أن ما يحدث من عنف هو أمر لا يمكن السكوت عليه في المجتمع المدني بشكل، المجتمع الدولي بشكل عام. وكنا قد أكدنا منذ اليوم الأول طبعا رفض دولة قطر لأي استهداف المدنيين وتجريم استهداف المدنيين بكافة أشكاله، لكن ليس لنا أن نستبق ما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات من قبل المدعي العام. وعندما يصدر قرار عن المحكمة فسوف نحدد الموقف تجاه هذا القرار، ولكن ما يمكن تأكيد عليه بالإضافة إلى إدانة دولة قطر باستهداف المدنيين هو التزام دولة قطر الدائم بدعم القانون الدولي ودعم وضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي بدون أي تمييز بين هذه الأطراف، وموقف قطر الدائم الداعم للمساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام. طبعا من الناحية الإجرائية تظل دولة قطر حريصة على الالتزام بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي وجميع الاتفاقات التي هي طرف فيها. فقط معلومة إجرائية في هذا الإطار، أن دولة قطر ليست طرفا في نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، ولكن كما قلنا بأن التزام قطر في المجتمع الدولي هو التزام كامل وشامل، ومن المبكر الآن الحديث عن إجراء مباشر فيما يتعلق بما تداولت وسائل الإعلام يوم أمس. بالنسبة لتوقف المفاوضات، سمعتم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في منتدى بلومبرغ، منتدى عفوا قطر الاقتصادي، قالها بوضوح أن هناك جمود حاليا في المفاوضات، ولكن الالتزام القطري مستمر والالتزام الأطراف الدولية مستمر بضمان استمرار المفاوضات، ولذلك الاتصالات مستمرة. ولكن حتى الآن ليس لدينا تحديث على حالة الجمود هذه التي تحدث عنها معالي في جلسته في منتدى قطر الاقتصادي. الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف من بينها طبعا الجانب الأمريكي هي تأتي في إطار محاولة تحريك المياه الراكدة، ولكن حتى الآن كما قلت ليس لدينا تحديث في هذا الإطار. ما تأثير العملية في رفح على هذه المفاوضات، سيما وأن يعني قطر لديها موقف واضح مما يجري من عمليات عسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في رفح؟ طبعا قلنا وسنقول وسنكرر دائما بأن أي تصعيد على الأرض هو يعقد جهود إنهاء هذه الأزمة، يعقد جهود خفض التصعيد، ولكن الوضع في رفح الآن من الناحية الإنسانية يعني كل يوم يمر نحن نقول أننا وصلنا إلى قاع في الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ولكن مع الأسف هذا القاع يستمر في الانخفاض يوميا. حتى الآن الأونروا تقول أن هناك أكثر من 900,000 شخص فروا من رفح جنوبي القطاع بسبب هذه العمليات الجارية هناك، ناهيك طبعا عن العمليات في جباليا وتأثيرها على حياة المدنيين واستهداف المدنيين بشكل مباشر في هذه العمليات. نحن نتحدث عن عدد كبير حقيقة من النازحين الذين هم الآن في نزوحهم الثالث والرابع في إطار هذا التصعيد فقط، وبالتالي هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، والمجتمع الدولي يجب أن يقف أمام مسؤولياته، ونكرر هذا الكلام حقيقة بدون فائدة منذ بداية هذه الأزمة، ولكن يجب أن نؤكد عليه دائما بأن هناك مسؤولية أمام المجتمع الدولي لمواجهة كل جريمة من هذه الجرائم على حدة، وليس التعامل مع هذا الملف باعتبار أنه يجب أن تترك مساحة للجانب الإسرائيلي عسكريا على الأرض لفعل ما يريد. إيقاف ما يجري اليوم في رفح وما يجري في قطاع غزة بشكل عام وقته هو الآن وليس في قادم الأيام، وبالتالي لا يمكننا إلا التأكيد بأن هذا التصعيد في رفح هو غير مقبول، وبأنه يساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف واستهداف المدنيين وإطالة أمد هذه الأزمة. My question similar to the first one, but سؤالي باللغة الإنجليزية. استضافت قطر إسماعيل هنية
ما التأثيرات التي تمكن عن ذلك نتيجة الأحداث الراهنة؟ كما قلت من قبل لزملائك أن ننظر إلى الصورة الواسعة الموجودة حول التحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وننتظر الحكم النهائي، ونؤكد على أن أعداد الضحايا في تزايد ومستمر، ورفضنا تام لأي استهداف للمدنيين، ولا نقبل به في أي شكل بأي شكل من الأشكال، ولكن لن نسبق الأحداث، ونحن ننتظر القرارات الصادرة من المحكمة الدولية، وأيان يتم إصدار هذه القرارات فسوف نعبر عن موقفنا ونعلن عن موقفنا الخاص فيما يتعلق بما يحدث على أرض الواقع. ولكن الجانب الرئيسي أننا نؤكد مرة أخرى على رفضنا التام لاستهداف المدنيين والمسؤولية الخاصة التي قد تسمح لأي شخص لاستخدام القوة أو الهروب من المسؤولية في عن استهداف المدنيين والضحايا الذين يسقطون، ونحن ملتزمون بالقانون الدولي وندعم المجتمع الدولي ومنظماته. ومن الناحية الإجرائية فنحن نؤكد على أننا لسنا طرفا في اتفاقية روما، ونحن ولسنا طرف أيضا في اتفاقية المحكمة الدولية، ولكننا نؤكد على التزامنا بالعدالة والقانون الدولي، ونحن نشارك الآن ونستمر في جهود الوساطة التي نقوم بها، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها المحكمة الدولية تدخل في إطار جهود الوساطة، ونستعين بها في ذلك، وندعو المجتمع الدولي للمشاركة في هذه الوساطة وتحمل المسؤولية على أعلى المستويات لإيقاف الصراح. وكما قلنا لا يمكننا لا نعلق حتى الآن، ولكن نستمر في نفس الموقف المعلن. شكرا دكتور ماجد. فيما يتعلق بهذا السؤال، ما هي الاتصالات التي تمت مع قيادة حماس في الساعات 24 السابقة حول هذا القرارات؟ فهل تطرقتم إلى رد فعل دولة قطر في حالة تجاه هذه القرارات، ورأيكم ورسالتكم إلى الجماعة؟ ليس لدي أي علم بأي اتصالات تمت في هذا الإطار في 24 ساعة السابقة، لكن كما قلت وأكد على استمرارنا في دور الوساطة، ولم يصل إلى علمي أي معلومات في ذلك. سؤالي الثاني، ما هو الوضع القائم؟ لقد قال رئيس الوزراء الأسبوع السابق أن المفاوضات توقفت، فهل هناك أي تقدم حاصل؟ أظن أننا لا نزال في حالة جمود فيما يتعلق بالمفاوضات، كما صرح سعادته على جانب منتدى قطر الاقتصادي، ولكن ذلك لم يوقفنا عن سعينا الدؤوب لاستمرار جهود الوساطة ودفع عجلة المفاوضات لإيقاف النزاع، وحينما يحدث أي حينما نشهد أي فرصة لمزيد من النجاح سوف نعلن عنها. من وكالة الأنباء القطرية، اليوم أعلن الجانب الأمريكي عن وصول تقريبا للمينا 570 طن من المساعدات، وصل تقريبا نصفهم إلى قطاع غزة، وده منذ الجمعة الماضي. فهل هذه الكمية كافية للقطاع هناك؟ وهل سيتم ربط ميناء رفح أو الرصيف ميناء رفح بميناء العريش لزيادة المساعدات، خاصة وأن العريش فيها مستودعات لجمع المعونات؟ وبالنسبة لإحنا داخلين دلوقتي، سؤال آخر، بالنسبة إحنا داخلين دلوقتي على موسم الأجازات، فهل في جديد بخصوص التأشيرة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للقطريين، أم توقف منذ العام الماضي السعي نحوها؟ شكرا.
شكرا. اولا بالنسبه لرصيف العام، طبعا كما رايتم ان كان هناك تحرك في هذا الاطار في ادخال المساعدات عن طريقه. احنا طبعا موقفنا منذ اليوم الاول كان انه لا يوجد بديل لفتح جميع المعابر البريه الممكنه، ليس من الناحيه الاجرائيه ولا من الناحيه القانونيه والناحيه المرتبطه بالقانون الدولي. لا يمكن اغلاق المعابر في وجه المساعدات باي عذر كان، خاصة أن من الناحية الإجرائية ومن الناحية اللوجستية نقل المساعدات عبر البر هو الطريق الأمثل لدخول أكبر كم من المساعدات بشكل دائم. كل السبل الأخرى عن طريق الجو أو البحر أو غيرها هي أقل كفاءة من هذه الناحية، ولكن دولة قطر منذ اليوم الأول دعمت كافة إشكال دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وحقيقة في ظل الوضع الآتي كل صندوق من المساعدات يدخل إلى قطاع غزة يمكن إدخاله، يجب أن نعمل جميعا على ضمان دخوله. ليس لدينا حاليا دور مباشر في دخول المساعدات عبر هذا الممر، ولكن مساعداتنا مستمرة عبر الجسر الجوي طبعا في وصولها إلى قطاع غزة. ما عندي علم بهذا الأمر أو أي تفاصيل حوله، يمكن العودة لمن يديرون هذا المعبر يعني بشكل مباشر على الأرض. بالنسبة لتأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي الشنغن، هذه مسألة ما زالت في جانبها الإجرائي من طرف الاتحاد الأوروبي، والجهاز الدبلوماسي القطري يعمل بمختلف المستويات في هذا الإطار الإجرائي لضمان طبعا تحقيق أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات التي تضمن سهولة الانتقال والحركة للمواطنين القطريين للخارج. جواز السفر القطري يتمتع طبعا بمكانة عالية دوليا، والمواطنين القطريين يتحركون بأريحية في كثير من دول العالم، ولا شك أن الجهود مستمرة في هذا الإطار. وطالما هناك طبعا فرصة لتعزيز مكانة الجواز القطري سيكون ذلك ضمن أولويات وزارة الخارجية القطرية. الجميع يتابع التطورات التي تحدث في الضفة، يعني هل الآن أصبح هناك حاجة لسبرتا أن تقوم بطلب تدخل أو طلب وقت إطلاق النار أيضا في الضفة الغربية؟ هناك هجوم 1500 جندي إسرائيلي مدججين بالأسلحة والدبابات على مدينة دوخ مخيم جنين، وهناك 5 شهداء وحوالي 15 جريح منهم معلم وصحفي أصيب، وهناك أطفال تلاميذ مدارس. فهل هذا التطور يستدعي أن الوساطة تفكر بربط ما يجري في الضفة مع غزة؟ طبعا قبل أحداث 7 أكتوبر وقبل بداية هذه الحرب على قطاع غزة كانت الانتهاكات المستمرة لحقوق الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية مستمرة وبشكل لا يمكن أن يقبل في أي سياق دولي. أنا لا أعتقد أن القضية هنا هي قضية وساطة بين طرفين متنازعين في الضفة، هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي، هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وهناك تجاهل دولي لمأساة الشعب الفلسطيني بشكل عام وخاصة في ما يجري حاليا في الضفة. نعم أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة والجرائم المستمرة في قطاع غزة هي بلا شك تحتل نصيب الأسد من اهتمامنا، ولكن موقف قطر الثابت هو في ضرورة وقف هذه الانتهاكات في الضفة الغربية والتي تعرض كل المنطقة حقيقة لتداعيات خطيرة جدا فيما يتعلق بأمن المنطقة الجماعي. الشعب الفلسطيني في الضفة يعاني يوميا من هذه الانتهاكات، يعاني يوميا من دخول من اعتداءات المستوطنين، وليس فقط المستوطنين بل كذلك الدولة وبأجهزتها المختلفة هناك. وهنا نحن نؤكد بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف موقف واضح. هذا الوضع في الضفة لا يمكن ربطه بما جرى في 7 أكتوبر، ولا يمكن ربطه حتى بالمقاومة الفلسطينية وبحركة المقاومة الفلسطينية بشكل عام. الوضع في ضفة كان وضع آمن، الوضع في ضفة كان خالي من المواجهات المباشرة، وهذه الانتهاكات والاعتداءات هي انتهاكات واعتداءات يقصد منها فقط إضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف حالة الصمود والبقاء الفلسطيني. وهذا الأمر الذي أثبته كما قال معالي رئيس مجلس الوزراء أمس في افتتاح منتدى الأمن العالمي، الاحتلال أثبت تاريخيا فشله في تحقيق مراد المحتل، والشعب الفلسطيني المحتل ليس استثناء في ذلك، هو يقاوم وهو يثبت وجوده على أرضه منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الاحتلال المتكررة في إضعاف الحالة الفلسطينية لم تبق إلا بالفشل وبنزيد من التحديات الأمنية بالنسبة لإسرائيل. فنؤكد دائما موقفنا بضرورة عدم السماح لإسرائيل باستغلال انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة بمزيد من الانتهاكات في الضفة الغربية وفي بقية الأراضي الفلسطينية. دكتور استدراكا لسؤال المينا،
في كلام بيقال عن ان المينا من يعني من ضمن اهدافه الخفيه هو اجلاء الفلسطينيين او ترحيلهم عن اراضيهم، فهل في ضمانات تضمن عدم ترحيلهم من عن طريق الميناء؟ لا يمكنني التعليق على تكهنات ليس لها اساس في اطار التحرك الجماعي في هذا الشان. طبعا احنا موقفنا من التهجير بشكل عام، واعتقد هو الموقف الذي نشاركه مع معظم دول العالم المحبه للسلام، برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وبرفض ان يكون هناك نكبه ثانيه للشعب الفلسطيني عبر تهجيره خارج ارضه، وهذا مرفوض ايا كان شكله او ايا كانت المحاولات حوله. ولكن ما نعلمه عن هذا المعبر هو ما نراه في التقارير الرسميه وفي اجتماعات ثنائيه وفي وسائل الاعلام، ولا اعتقد ان من المناسب حاليا التعليق على اي تكهنات بهذا الشكل دون ان يكون هناك دلالات على ذلك. يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.